بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلبه وطالبات الصف الثاني الاعدادي وحلقه او اولى حلقات برنامجكم الجديد مدرسه اونلاين. في بدايه حلقتنا النهارده بتمنى لابنائنا الطلاب بجميع المراحل وجميع الصفوف الدراسيه عام دراسي جديد، وان شاء الله بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان تتحسن الاحوال وان الظروف اللي احنا موجودين فيها هي ظروف مؤقته، فلازم نستفيد من هذه الحلقات لانها تعتبر مصدر من مصادر التعلم اللي هتفيدنا ان شاء الله في دراستنا سواء في اي صف من الصفوف او في اي مرحله او اي ماده من المواد الدراسيه. موضوعنا النهارده بيتناول الدرس الاول وهو الخاص بمحاولات تصنيف العناصر. درسنا معنى العنصر في سنه رابعه ابتدائي وخدنا يعني ايه عنصر في اولى اعدادي. فايه هو العنصر؟ كنا بنقول عليه ابسط صوره نقيه للماده ولا يمكن تحليلها الا ما هو ابسط منها بالطرق الكيميائيه البسيطه. طيب نبدأ بأول سؤال عندنا أو أول حاجة عندنا في حلقتنا النهاردة، بيقول تعددت محاولات العلماء لتصنيف العناصر. ليه العلماء في محاولات كثيرة منهم لتصنيف العناصر؟ طبعا العلماء الهدف من جهودهم كلهم هو تيسير الحياة وراحة الإنسان بالاختراعات وما يتوصلوا إليه من معلومات ثم تطبيق هذه المعلومات في حياتنا اليومية. إيه السبب من هذا التعدد؟ هما سببين اتنين. السبب الاول عندنا لتسهيل دراسة هذه العناصر، رقم اتنين ايجاد العلاقة بين العناصر وخواصها الفيزيائية والكيميائية. علينا هذا العام ثلاث محاولات لتصنيف العناصر. المحاولة الاولى وهي المحاولة او الجدول الدوري للعالم مندليف. يعتبر العالم مندليف هو اول من وضع جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر، يعني كان في محاولات لعلماء قبله ولكن هو يعتبر اول جدول دوري حقيقي لايه؟ تصنيف العناصر. ليه؟ لان هو وضع الاساس اللي مشى عليه بقيه العلماء في الجداول التاليه. عمل ايه بقى العالم مندليف عندنا؟ رتب العناصر اللي كان عددهم في ايامه 67 عنصر تصاعديا، يعني من الصغير للكبير حسب اوزانها الذريه. يبقى الاساس بتاع التصنيف بالنسبه لجدول مندليف هو ترتيب العناصر تصاعديا حسب اوزانها الذريه. من يسار الجدول الى اليمين في صفوف افقيه، يبقى في عند صف افقي ماشي من اليسار الى اليمين. العلماء أطلقوا على هذه الصفوف فيما بعد ذلك اسم دورات. كما رتب العناصر المتشابهة في الخواص في أعمدة رأسية سميت بعد ذلك باسم الايه؟ المجموعات. يبقى لو بصينا كده مع بعض على الداتا وشفنا عندنا مندليف عمل ايه؟ خد الشكل ده، عمل صفوف أفقية بهذا الشكل. في الصف ده أنا بتحرك من اليسار إلى اليمين، دي اسمها صفوف أفقية أو دورات. وعمل أعمدة رأسية بهذا الشكل، يبقى ده اسمه ايه؟ عمود رأسي أو بنقول عليه مجموعة. ورتب جدوله بهذا الشكل، يبقى رتب العناصر تصاعديا حسب أوزانها الذرية من اليسار إلى اليمين في صفوف أفقية سميت بعد ذلك بالدورات. ورتب العناصر المتشابهة في الخواص في أعمدة رأسية سماها المجموعات. رقم اتنين، وجد العالم مندليف بعد ما رتب العناصر ان خواص العناصر تتكرر بصفة دورية مع بداية كل دورة جديدة. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني العنصر اللي حطه هنا في المجموعة دي لما حط العنصر في هذه الدورة وجد ان العناصر اللي هنا كلها نفس الخواص بترجع تتكرر مرة تانية. العنصر اللي هنا شبه اللي فوق، العنصر ده، يبقى هنا دورية تكرار خواص العناصر تتكرر بصفة دورية مع بداية كل دورة او كل صف جديد. رقم ثلاثة عندنا، عمل ايه مندليف؟ قسم عناصر كل مجموعة رئيسية اللي هي المجموعة ديت كده، قسمها لمجموعتين فرعيتين، واحدة اسمها A والتانية اسمها B. هنا A وهنا B، قسم المجموعة يبقى A وB. يبقى ده مندليف اللي عمل الكلام ده. يبقى رتب عناصره تصاعديا حسب أوزانها الذرية من اليسار الجدول إلى اليمين في حاجتين، صفوف أفقية من اليسار إلى اليمين وأعمدة رأسية. الصفوف العلماء سموها بعد كده دورات، الأعمدة سميت باسم المجموعات. اكتشف بعد ما عمل الجدول ان دورية خواص تكرار خواص العناصر ترتبط او تبدأ تتكرر مع بداية كل دورة جديدة. رقم ثلاثة، قسم عناصر كل مجموعة الى مجموعتين فرعيتين A و B. ليه؟ لان وجد اختلاف بين بعض العناصر، فالعنصر اللي كان بيختلف شوية يحطه في الخانة B. هذا الجدول عندنا كان له مميزات وله عيوب. ما هي مميزات الجدول الدوري للعالم مندليف؟ اول ميزة عندنا، تنبأ باكتشاف عناصر جديدة. يعني ايه معنى الكلام ده؟ عدد العناصر ايامه كان 67، هو تنبأ، يعني دي حاجة كانت لسه هتحصل فين في المستقبل، فتنبأ باكتشاف عناصر جديدة. طب ايه النتيجة على هذا التوقع او هذا التنبؤ؟ ترك لها خانات فارغة، ساب ليها خانة فاضية بجدوله
ده مش بس كده، وحدد قيم اوزانها الذريه. يبقى اول ميزه عندنا تنبأ باكتشاف عناصر جديده. نتيجه ايه النتائج المترتبه؟ ترك لها خانات فارغه بجدوله، ده مش بس كده، وحدد قيم اوزانها الذريه. رقم 2، صحح الاوزان الذريه المقدره خطا لبعض العناصر. يبقى اذا جدول مندليف له ميزتين، الميزه الاولى تنبأ باكتشاف عناصر جديده لم تكتشف بعد. ايه النتائج المترتبه على كده؟ ترك لها خانات فارغه بجدوله وحدد قيم اوزانها الذريه زي ما هنشوف دلوقتي. 2، صحح الاوزان الذريه المقدره خطا لبعض العناصر. ده كده شكل جدول مندليف زي ما احنا شايفين اهو، ساب خانات فارغه بهذا الجدول اهو زي ما احنا شايفين كده، كل دي خانات فارغه تنبأ باكتشاف هذه الايه العناصر. زي ما جدول مندليف له مميزات له عيوب، ايه العيبين اللي بالنسبه لجدول مندليف؟ اول عيب عندنا انه اخل بالترتيب التصاعدي لبعض العناصر. يعني ايه اخل بالترتيب التصاعدي؟ المفروض انا ماشي حسب الوزن الذري التصاعدي من الصغير الى الكبير، ما ينفعش اجيب رقم صغير بين رقمين اكبر منه. فهنا ده اللي عمله مندليف. طب ليه؟ ايه السبب عندنا او ايه اللي خلى مندليف يغير الترتيب بتاعه؟ السبب عندنا لوضعها في المجموعات التي تشبهها فين؟ في الخواص. يبقى هنا عندنا هذه العناصر المفروض انها بتشبه عناصر موجوده في مجموعه ثانيه، فاضطر نحطها زي هذا الشكل. 55.9، 58.9، 58.7. السبعه المفروض تيجي قبل مين؟ قبل ال 9، لكن هذا العنصر المفروض انه شبه المجموعه اللي فوقه في الخواص، فاضطر مندليف انه يخل بالترتيب التصاعدي. 2، كان سيتعامل مع نظائر العنصر الواحد على انها عناصر مختلفه. ايه بقى معنى النظائر وكان سيتعامل؟ كلمه سيتعامل دي حرف السين ده بيفيد المستقبل، يعني الكلام ده ما كانش على ايام مندليف ولكن كان هيتعرض له بعد كده نتيجه لاكتشاف عناصر جديده. فهنا كان سيضطر للتعامل مع نظائر العنصر الواحد على انها عناصر مختلفه. ايه معنى نظائر العنصر الواحد؟ هي صور لنفس العنصر تتفق في العدد الذري وتختلف في الوزن الذري. يبقى هنا عندنا زي ايه عندنا؟ زي عندنا غاز الهيدروجين او الهيدروجين له ثلاث نظائر. الهيدروجين عندنا H11، الصورة الثانية H12، الصورة الثالثة H13، احنا غير مطالبين بهذا. الثلاثة ليهم نفس العدد الذري واحد، لكن هنا 1 هنا 2 هنا 3. يبقى هو كان بيتعامل مع الوزن الذري، لما يلاقي واحد واثنين وثلاثة يبقى كان يتعامل معاهم على أنها ثلاث عناصر مختلفة، على الرغم من أنها نفس صورة العنصر الواحد. فهو ده العيب الثاني اللي كان سيتعامل أو سيضطر مندليف للتعامل معه، وهو أنه كان سيضطر للتعامل مع نظائر العنصر الواحد على أنها عناصر مختلفة. إيه السبب عندنا؟ لاختلاف أوزانها الذرية. ده عندنا بالنسبة لي جدول مندليف. العلم لا يقف عند حد. ايه اللي حصل بعد كده؟ جه عندنا عالم يسمى رازرفورد، اكتشف وجود بروتونات موجبه داخل نواه الذره. يبقى احنا عرفنا في اولى اعدادي ان العنصر او الذره بتتكون من حاجتين، نواه وقلنا موجبه الشحنه. هذه النواه بيوجد بداخلها بروتونات او جسيمات موجبه. مين اللي اكتشف بقى وجود هذه البروتونات؟ العالم رازرفورد. يبقى اكتشف العالم رازرفورد ان نواة الذرة تحتوي على بروتونات موجبة. ده كده اللي حصل. جاء بعد ذلك ان عندنا اطلق العالم موزلي، ده اسم عالم ثالث اهو النهارده، خدنا مندليف، خدنا رازرفورد، موزلي. العالم موزلي عندنا عمل ايه؟ اطلق مصطلح العدد الذري على اعداد البروتونات الموجبة داخل النواة. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني موزلي قال هعد عدد البروتونات ديت، العدد ده هسميه العدد الذري اللي هو بيساوي عدد البروتونات الموجبة داخل النواة. يبقى مين اللي أطلق لفظ العدد الذري أو مصطلح العدد الذري؟ العالم موزلي. يبقى هنا ده بالنسبة لي العالم موزلي هو اللي أطلق مصطلح العدد الذري على عدد البروتونات الموجبة. رقم 3 عندنا، عمل إيه العالم موزلي؟ اكتشف بعد دراسته لخواص الأشعة السينية أن دورية تكرار خواص العناصر ترتبط بحاجة اسمها العدد الذري وليس الوزن الذري كما كان يعتقد مندليف. يبقى بعد دراسة الأشعة السينية من قبل العالم موزلي اكتشف أن دورية تكرار خواص العناصر، يعني خواص العناصر ترجع تتكرر مع كل دورة، التكرار ده مرتبط بحاجة اسمها العدد الذري وليس الوزن الذري. نتيجة لذلك إيه اللي حصل بعد كده؟ أدخل العالم موزلي تعديلات على جدول مندليف. يبقى العالم موزلي عمل إيه؟ بعد ما توصل لهذه الاشياء عمل تعديلات على جدول مندليف وعمل جدول جديد سماه الجدول الدوري للعالم موزلي. ايه بقى التعديلات اللي ادخلها موزلي على
جدول مندليف. رقم واحد، اعاد ترتيب العناصر تصاعديا حسب اعدادها الذريه. يبقى مندليف كان رتبها حسب اوزانها الذريه، ونشر الجدول ده في كتابه مبادئ الكيمياء. موزلي اعاد ترتيب العناصر تصاعديا حسب اعدادها الذريه. رقم اتنين، التعديل الثاني، اضاف المجموعه الصفريه، جه على يمين الجدول كده وحط عمود جديد وسماه مجموعه صفريه وحطها في يمين الجدول، يعني اخر الجدول، ودي بتضم الغازات الخامله اللي هي الهيليوم والنيون والارجون والكريبتون والزينون والرادون. رقم ثلاثة، التعديل الثالث اللي عمله، خصص مكان تحت الجدول لسلسلتي اللانسانيدات والاكتينيدات. يبقى ثلاث تعديلات ادخلهم العالم موزلي على جدول مندليف. اعاد ترتيب العناصر تصاعديا حسب اعدادها الذريه، وده اساس تصنيف العالم موزلي للجدول بتاعه. اثنين، اضاف المجموعه الصفريه الى يمين الجدول. ثلاثة، خصص مكان اسفل جدوله لسلسلتي اللانسانيدات والاكتينيدات. بعد ذلك اكتشف عندنا عالم اسمه العالم بور. اكتشف العالم بور مستويات الطاقة الرئيسية في أكبر الذرات المعروفة. عدد هذه المستويات 7 مستويات، وهي KLMNOBQ. بنقول ايه؟ كلم KLM نوبك NOBQ. يبقى دول 7 مستويات في أكبر ذرة عندها 7 مستويات. في ذرة عندها مستوى واحد، في ذرة عندها 2، في ذرة عندها 3، في ذرة عندها 4، في ذرة عندها 5، في ذرة عندها 6. أكبر ذرة عندها كم مستوى؟ 7 مستويات. بعد ذلك اكتشف العلماء أن مستويات الطاقة الرئيسية تتكون من عدد محدد من مستويات الطاقة الفرعية. بناء على النتيجتين دول أو الاكتشافين الاثنين دول، أعيد ترتيب العناصر في جدول سمي باسم الجدول الدوري الحديث، وده الجدول موضوع دراستنا النهاردة. يبقى احنا خدنا محاولتين، جدول مندليف، رقم اتنين جدول موزلي، النهايه بقى عندنا اللي في الصوره اللي موجوده حاليا، الجدول الدوري الحديث. اساس تصنيف العناصر في الجدول الدوري الحديث هيبقى عندي اساسين اتنين. اول اساس عندنا ترتيب العناصر تصاعديا حسب اعدادها الذريه، يبقى كده زيها زي مين؟ زي جدول موزلي. رقم اتنين، حسب طريقه ملء مستويات الطاقه الفرعيه بالالكترونيات. يبقى عندي اساسين اتنين في تصنيف العناصر بالجدول الدوري الحديث. ترتيب العناصر التصاعديا حسب اعدادها الذريه زي جدول موزلي بالظبط. رقم اتنين، حسب طريقه ملء مستويات الطاقه الفرعيه بالالكترونات. ده كده الجدول اللي موجود. نجمع الثلاث جداول عندنا. بالنسبه للجدول الدوري المندليف، ايه اساس التصنيف؟ ترتيب العناصر تصاعديا حسب اوزانها الذريه. الجدول الدوري الموزلي، ترتيب العناصر تصاعديا حسب اعدادها الذريه. الجدول الدوري الحديث، تصنيف العناصر تصاعديا حسب اعدادها الذريه وحسب طريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات. يبقى الشريحة اللي قدامنا دي، ده كده ملخص الجزء اللي عدى. نيجي عندنا بالنسبة لي وصف الجدول الدوري الحديث. عايز أقول بقى الجدول ده شكله إيه؟ أوصفه. تعالوا بينا أما نشوف شكل الجدول اللي موجود عندنا. هو الصورة اللي موجودة دي تختلف شوية عن الجدول اللي موجود في كتاب المدرسة، لكن هي نفس الجدول، ولكن هنا بيتم التركيز على حاجة معينة. لو جيت لشكل الجدول عندنا، هلاحظ إنه يتكون من، دي اسمها الدورة الأولى. الدورة بتتحرك منين لفين؟ ده عبارة عن صف أفقي من اليسار إلى اليمين. يبقى أنا بتحرك بهذا الشكل. الدورة الثانية أهو. الدورة الثالثة من اليسار إلى اليمين. الدورة الرابعة من اليسار إلى اليمين. الدورة الخامسة من اليسار إلى اليمين. الدورة السادسة من اليسار إلى اليمين. الدورة السابعة من اليسار إلى اليمين. يبقى الجدول بتاعي مكون من كام دورة؟ من 7 دورات أفقية. ليه 7 دورات؟ لأن عندنا 7 مستويات للطاقة. يبقى أول وصف للجدول الدوري الحديث بيتكون من 7 دورات أفقية، بتتحرك منين لفين؟ من اليسار إلى اليمين. ده رقم واحد. تعالوا ما نشوف الأعمدة اللي موجودة عندنا. رقم واحد، أدي المجموعة رقم واحد زي ما احنا شايفينها كده على الشاشة. المجموعة رقم واحد بهذا الشكل، بتحرك منين بقى في المجموعة؟ من أعلى إلى أسفل، ده رقم واحد، ده العمود الثاني، يبقى 2، العمود الثالث، ها، 3، العمود الرابع، أهو، هنا، 5، ها، 6، نعد مع بعض، ها، 7، المجموعة اللي بعد كده، 8، المجموعة اللي بعد كده، 9، المجموعة اللي بعد كده، 10، 11، ها، المجموعة اللي بعد كده، 12، نيجي للمجموعة 13، المجموعة 14، 15، 16، 17، وأخيرا المجموعة 18. يبقى إذن عندنا الجدول دلوقتي بيتكون من حاجتين، هما 7 دورات أفقية من اليسار إلى اليمين، 18 مجموعة رأسية من أعلى إلى أسفل. يبقى ده كده حاجتين.
يقول لك عدد الدورات يبقى 7، عدد المجموعات يبقى 18. آخر حاجة عندنا بالنسبة للجدول بيتكون من 4 فئات رئيسية. تعالوا ما نشوف عندنا أول فئة، وهي اللي ظاهرة قدامنا باللون الأحمر ده، الفئة S. دي موجودة فين؟ في يسار الجدول، بتضم كام مجموعة؟ مجموعتين، اللي هي المجموعة 1 و2. على اليمين هيبقى الفئة B، ودي بتشمل 6 مجموعات، أهو واخدة 6 مجموعات اللي هم موجودين يمين الجدول. يبقى الـ S يسار الجدول، الـ B يمين الجدول، الـ D بتقع في وسط الجدول وتضم 10 مجموعات اللي هم العشرة اللي تحتها دول. طيب دول كده 3 فئات، فين الفئة الرابعة؟ قال لي أهو أدي الفئة F، ودي بتقع أسفل الجدول ودي بتضم سلسلتي اللانسنيدات والأكتينيدات. ده كده وصف الجدول الدوري الحديث. نلخص الكلام اللي احنا قلناه، يبقى الجدول الدوري الحديث بيتكون من 7 دورات أفقية بتتحرك فيها من اليسار إلى اليمين، 2 18 مجموعة رأسية بتحرك فيها من أعلى إلى أسفل، 4 فئات رئيسية، S على اليسار، B على اليمين، D في الوسط، F في الأسفل. أهو شكل الـ4 فئات، الأخضر ده الـ S موجود على الشمال، الـ B موجود على اليمين باللون الأحمر، الـ D ده الأصفر اللي في الوسط، والـ F ده اللي موجود فين؟ في الأسفل. أنت عشان تفتكرها لو بصيت كده لإيدي، بص معايا على إيدي كده على الشاشة، أهو هنا بقول S يبقى ده شمال، البي يمين، الدي في النص، الاف تحت. دول كده الـ4 فئات بتوع الجدول الدوري الحديث. نبدأ ناخد كل فئة كده لوحدها. الفئة S مكانها فين؟ تقع يسار الجدول وبتضم كام مجموعة؟ مجموعتين، 2. ايه هما المجموعتين؟ حسب الترقيم القديم 1A و2A، ده الترقيم التقليدي. طب الترقيم الحديث عندنا اتلغى حرف الاي خالص وبدأنا ناخد الرقم، ف1A رقمها الجديد كام؟ 1. 2A رقمها الحديث كام؟ 2. شكلها فين في الجدول؟ ده الجدول كده كله. انا عايز بقى الفئة S، هخبي الجزء ده، يبقى العمودين اللي واقفين دول هم دول الفئة S اللي بتضم المجموعتين 1A و2A، او المجموعة 1 والمجموعة 2. الفئة B مكانها فين؟ الفئة B بتقع يمين الجدول وتضم 6 مجموعات، الست مجموعات عندنا بتبدأ ب 3A 4A 5A 6A 7A، المجموعة الصفرية. طيب اللي عندنا ده الترقيم التقليدي، الترقيم الحديث عندنا 3A، هشيل حرف الـ A وازود على الرقم 10، يبقى 3 و10 كام؟ 13. 4A 14، 5A 15، 6A 16، 7A 17، المجموعة الصفرية رقمها الجديد 18. شكلهم فين؟ اهو ادي الشكل بتاع الفئة B. نيجي عندنا للفئة D، تقع في وسط الجدول وتعرف عناصرها، بتضم 10 مجموعات، وتعرف عناصرها بالعناصر الانتقالية، ويبدأ ظهورها من الدورة الرابعة، وهذه المجموعات تأخذ الحرف B، بتبدأ ب3B وتنتهي ب2B ما عدا المجموعة الثامنة، وهذه المجموعة تتكون من 3 أعمدة. الترقيم الحديث 3B يبقى 3، 4B 4، 5B 5، 6B 6، 7B 7، 8 3 أعمدة، فهتاخد 3 أرقام يبقى 8 و9 و10، 1B رقمها 11، 2B رقمها 12، هذا الشكل عندنا الفئة دي، وادي أهو يبقى الجزء في الوسط ده هو ده الفئة دي. آخر فئة عندنا وهي الفئة F، ودي تقع أسفل الجدول وتضم سلسلتي اللانسنيدات والأكتينيدات، آدي هي بهذه السلسلة الموجودة عندنا. عدد العناصر اللي تم اكتشافها حتى الآن 118 عنصر بيتقسموا نصين، 92 عنصر موجودين في الطبيعة في القشرة الأرضية بنلاقيهم، وباقي العناصر تحضر في المعمل تحت ظروف خاصة لأنها بتكون عناصر مشعة غير مستقرة بتتحلل أنويتها بسرعة. بكده أبنائي وبناتي بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى أن احنا نكون استفدنا من اللي احنا قدمناه النهاردة، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.